نور، محطتنا الأولى لليوم ذات بصمة مميزة في ذاكرة الجلاء وتاريخ سوريا الحديث مع الجيش العربي السوري، المؤسسة العقائدية التي تسطر أسماء آيات العز والإباء عبر إسهاماتها وتضحياتها ودماء أبطالها. مقاربة بين الأمس واليوم مع سيادة العميد الركن محمود غريب مدير الكلية السياسية العسكرية. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. صباح الانتصار. يسعد صباحك وينعاد عليك وعلى كل رجال الجيش العربي السوري، رب الخير والصحة. سيادة العميد، خلينا نتحدث عن معاني وقيم الجلاء اليوم، خصوصا عم تترجم على أرض الواقع مع تضحيات رجال الجيش العربي السوري اليوم لدحر الإرهاب من سوريا. أولا صباح الخير يا وطني في ذكرى الجلاء الذي تشترك فيه اليوم خيرات السماء بخير، ليزهر الربيع في هذا اليوم المبارك. وقبل كل شيء الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وجمال وطني نراه في عيون رجال الجيش العربي السوري. إن هذا اليوم العظيم هو يوم وطن، وهو عيد وطن، هو أيقونة عز كتبت بدماء الشهداء كلمة مقدسة، هي الاستقلال، هي الوطن، هي السيادة. هي ليست مجرد ذكرى لطرد غزاة من أرضنا، هي عنوان للرفض الأبدي لكل طامع ومحتل في هذا الوطن. صحيح. إنه الجلاء خلاصة دساتير الحياة والإنسانية، لأنه عيد الوطن السيادي والكرامة والشرف. هذه معاني الجلاء في نفوس السوريين وفي أذهان وعقول وقلوب رجال الجيش العربي السوري. سيادة العميد، خلينا نحكي اليوم عن ذكرى الجلاء في وجدان السوريين. لو عدنا قليلا إلى التاريخ، عندما يكون هناك مناسبة عظيمة كهذه المناسبة، هي عيد الوطن، عيد الاستقلال، هذا يعني أنه يرتبط بقيم الشعوب وتاريخ الشعوب التي تعيش في هذا الوطن، والتاريخ لا يتوقف. فقيم الاستقلال تربط قيم التاريخ بالماضي والحاضر والمستقبل. ففي ذاكرة كل السوريين أن هذا اليوم ولد الكرامة في نفوس أبنائهم ووارثهم من جيل إلى جيل. في ذاكرة السوريين قيمة كبيرة مستحضرة في أذهانهم. فلو تذكرنا منذ أكثر من 7 عقود مرت على هذه المناسبة، يشعر كل سوري بمشاعر الفخر والاعتزاز والكبرياء بانتمائه إلى هذا الوطن الذي رفض الذل ودحر الغزاة وطرد المستعمرين. أضف إلى ذلك، عندما نذكر ميسلون تستحضر في الذاكرة صورة حاضرة تعلمناها تلقينا وتدريسا، صورة الشهيد البطل يوسف العظمي ورفاقه المجاهدين ومقولته الشهيرة: لن يدخلوا شامنا إلا على أجسادنا. وهذه ترجمة حقيقية لمقولة الشهادة أو النصر. ذاكرة السوريين ممتلئة بصور حاضرة تستعرضها ذاكرة ذهن كل سوري لكل المجاهدين في سوريا، من الطلقة الأولى التي أطلقها أو الرصاصة الأولى التي أطلقها الشيخ صالح العلي وإبراهيم هانانو وحسن الخراط والسلطان باشا الأطرش ورفاقهم من المجاهدين في كل المدن والبلدات السورية. في ذاكرة السوريين ثقة مطلقة بأن هذا الوطن لن ينال منه طامعون أو حاقدون أو مستعمرون أو غادر. وفي هذه الثقة هناك إيمان متلازم مع هذه الثقة بأن هذا الوطن سوريا هو موطن أنبياء وأولياء وقديسين، موطن للسلام والياسمين، وليس موطن لمستعمرين وحاقدين وغادرين. أكيد سيادة العميد، خلينا نحكي معاني الجلاء اليوم، ترجمت يمكن وما زالت تترجم عبر التاريخ
عن الحرية والاستقلال وعدم الرضوخ للمحتل وللمستعمر. سوريا عبر التاريخ ما زالت إلى اليوم تدفع ثمن عدم رضوخها وتبعيتها لأي انتداب أجنبي. خلينا نحكي عبر التاريخ هذا الجلاء شو حقق للسوريين؟ حقق سيادة، حقق كيان مستقل، حقق عدم تبعية، لأنه إحنا بنعرف اليوم في كتير من الدول اسمها دول عربية لكنها تتبع لسياسات أجنبية وتخضع وترضخ لها. صناع الفجر، أبطال الجلاء، سطروا بأحرف من نور مجد وطن لا تغيب عنه الشمس، هو الجمهوري العربي السوري، هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعا. فالشعب السوري عندما تعرض وطنه للخطر قام بتلبية نداء الواجب في كل المدن والبلدات السورية دفاعا عن سوريا، وعندما ولد في النفوس الشعور بالفخر والكرامة حقق لهم الكثير في ذاكرتهم ووجدانهم، لأن السيادة لها ثمن والكرامة لها ثمن، وعلى أن يبقى هذا الشعب موفور الكرامة كمواطن ووطن. تستحضرني في الذكرى الأولى في عام 46 في الاحتفال الأول في عيد الجلاء، عندما قام في دمشق أتت وفود من كل المحافظات السورية المدن والبلدات، واصطحبت معها قيمة تعبيرية رمزية لكل وفد من كل محافظة وبلدة، حفن التراب ووضعت في دمشق وهي عنوان الروح الوطني والوحدة الوطني والسيادة والكرامة، وتسترخص كل التضحيات في سبيل إعلاء شأن هذا الوطن وتراب هذا الوطن. هذا الأمر لم يأتي من فراغ، لأن الشعب السوري صاحب تاريخ وحضارة وجغرافيا وأرث تاريخي فكري ثقافي قيمي معنوي مشبع به يورثه إلى أجيال متلاحقة، بأننا لن نعيش في أرضنا إلا بالكرامة. أضف إلى ذلك أن هذه الكرامة التي تحتاج إلى تماسك وتعاضد السوريين وتلاحمهم كما كانوا في الجلاء وخاضوا بعدها المعارك المتعددة حتى هذه الحرب في يومنا هذا، هم عنوان للسيادة في هذا الوطن، أورثوها من جيل إلى جيل. هؤلاء ورثوا هذه القيم إلى هذه الأجيال التي تعيش اليوم، مروراً بأجيال تشرين التي صنعت البطولات. إذن المجاهدين والأبطال الذين حققوا الجلاء وطردوا المستعمرين رسخوا فكر الكرامة وثقافة الكرامة، ولدوا الكبرياء والأنف والعز، رسخوا العزيمة والإرادة والثقة بالنفس بأن هذا الوطن عصي على كل أخذ وكل غدر، مهما حاول المعتدين ومهما كدسوا من آلة قتل وحرب تجاه هذا الوطن، فلن يكونوا إلا خائبين ومندحرين. سيادة العميد، عبر السنوات البوصلة لم تحيد من حقق الانتصار والجلاء على المستعمر، اليوم جنودنا عم يحققوا النصر على الإرهاب، اليوم كيف بتشوف هاي المقاربة؟ التاريخ دائما يعيد نفسه، بما أنه لسوريا خصوصية بجغرافيا وتاريخيا، وهي مهد الحضارات ومركز أطماع لكل قوى الاستعمار في العالم. قبل الجلاء كان العثمانيين وكانوا هناك الشهداء بأهزوجتهم مرحبا بأرجوحة الموت، هو تعبير عن قيمة المقاومة في نفوس أبناء الشعب السوري. تتوالى هذه التواريخ، فإذا اعتبرنا عام 46 هو عبارة عن نهاية مرحلة تاريخية لكفاح شعبنا لدحر المستعمر الفرنسي، فإنها بداية مرحلة نضال وكفاح جديدة. صحيح. لأن الأعداء الطامعين في وطننا لم يتخلوا عن عدوانهم وعن أفكارهم وعن أطماعهم، وبالتالي أيضا أجيالنا توارثوا فكر المقاومة وفكر مقاومة المستعمرين من آباء إلى أجداد، من أجداد إلى آباء إلى أبناء. فعندما يرى المقاتل العربي السوري اليوم أن أجداده
قدموا النموذج الأروع في التضحية والفداء والدفاع عن سوريا واسترخاص كل التضحيات، هم اليوم سطروا أروع هذه الملاحم بكثير، وزادوا على أجدادهم وعلى آبائهم في قتال الإرهابيين التكفيريين في هذه الحرب القذرة التي تآمر على سوريا ثلاث أرباع العالم. أبناء الجيش العربي السوري أبناء عقيدة راسخة متجذرة في تراب هذه الأرض، وهم تعلموا من مدرسة الكرامة والسيادة والشرف، نهلوا من مدرسة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي قال لن يزل الوطن يفتديه أبناءه، وهم رجال الجيش العربي السوري في طليعة المفتدين لوطنهم وشعبهم. تعلموا في فكر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد قائد هذا الوطن والمدافع الأول عن هذا الوطن، تعلموا قيم الصمود والثبات والشجاعة والتحدي لكل المستعمرين الذين يحاولون النيل من سوريا. فرجال الجيش العربي السوري صنعوا المعجزات وسطروا ملاحم بطولية لا أروع ولا أبهى من صورها تجلت على امتداد ساحات الوطن، فلم تبقى حب التراب في سوريا إلا جبلت بدمائهم، ولم تبقى حب التراب في سوريا إلا هي جميلة في عيونهم ولها مركزها وموقعها في نفوسهم وفي قلوبهم. وأضافوا قوة إضافية إلى شجاعتهم وصمودهم وبسالتهم، استمدوها من دماء شهدائهم ومن آلام جرحاهم ومن أمهاتنا الصابرات على امتداد ساحات الوطن. كما تآلف شعبنا في الجلاء وصنعه وكان مؤازرا للثوار والمجاهدين، أيضا شعبنا اليوم كان مؤازرا ومؤالفا ومتآلفا ومنسجما مع رجال الجيش العربي السوري، وإلا ما رفضوا في هذه الساحات وقاوموا قوى الشر والعدوان والطغيان من أدوات ومرتزقة وإرهابيين وتكفيريين وظلاميين لكي يفتتوا هذا الوطن أو لكي ينالوا من هذا الوطن، فخسئوا لأنهم واهمون. الأجيال تورث من بعدها أجيال، أجيال الأمس هي امتداد لأجيال اليوم، وأجيال اليوم هي تؤسس للمستقبل لأجيال تنمو بكل أمان وبكل رفاهية وبكل عز وموفورة الكرامة هي ووطنها. من هنا أتت بطولات وشجاعة وتضحيات الجيش العربي السوري لدحر المعتدين والإرهابيين والتكفيريين والقوى الداعمة والممولة لها من أجل تأمين سوريا آمنة مستقرة سيدة موفورة الكرامة، وتأمين لجيل الشباب اليوم مستقبل آمن مزدهر بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. سيادة العميد، بالختام مع هالكلام الجميل، شو بتحب توجه كلمة أو تحية لرجال الجيش العربي السوري أصحاب العقيدة اللي يمكن ما تزعزعت للحظة واحدة 10 سنين من الإرهاب، أكثر من 9 سنوات تعرضنا لكافة أنواع الإرهاب، يعني قد ما حكينا وقد ما حاولنا نترجم ما حصل في سوريا صعب نوصفه. كلمة لكل جندي سوري اليوم مرابط على الجبهة، لكل أم شهيد دفعت دم ولدها مشان يبقى هيدا الوطن غالي وعزيز، يمكن مو فقط أم شهيد، في أم دفعت أم ولد واثنين وثلاثة، فالرحمة لجميع شهداء سوريا. كلمة بالختام أخيرة بهذه المناسبة بهذه الليلة المبارك التي تهل السماء بها خيراتها على هذه الأرض، عم تحتفل معنا اليوم، عم تحتفل معنا السماء، تشارك الشعب السوري عدالة السماء وعدالة الأرض مع أصحاب الحق. لله رجال في هذه الأرض نزروا أنفسهم ووهبوا أرواحهم فداء لتراب سوريا، رجال الجيش العربي السوري المرابطين على التخوم وفي كل الساحات وفي كل المواقع، هم أصحاب الفضل الأكبر في كل ما نحن عليه. أضف إلى ذلك إن شهداءنا لهم منا عهد، ونحن على عهد العهد أن نوصل الرسالة ونحافظ على الأمانة، أن يبقى هذا الوطن عزيزا كريما مقتدرا، لن يزل هذا الوطن ولن ينال منه الأعداء ما دمنا نحن نستمد هذه العزيمة وما دمنا على هذا الوعد مع شهدائنا ومستمدين من آلام جرحانا وأمهات شهدائنا الذين قدموا في ذات أكبادهم دفاعا عن سوريا الحبيب. وكل عام وجيشنا وشعبنا ووطننا وقائدنا القائد المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد
بألف خير، وأن تبقى سوريا موفورة الكرامة والسيادة، عزيزي آمني مطمئني، وأن نصل هذه الأجيال إلى مستقبل آمن مستقر. هكذا هو توارث الأجيال وتواصلها. علينا مسؤوليات وأمانات يجب أن نؤديها كي نصل بسوريا إلى بر الأمان، وها نحن وصلنا إليها بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير سيادة العميد. بهي الكلمات بدنا نختم مع حضرتك، وأكيد بدنا نوجه اليوم تحية لكل جنودنا على الجبهات، جنود الحق والرحمة دائما لشهداء سوريا. شكرا كثير لك سيادة العميد الركن محمود غريب، مدير الكلية السياسية العسكرية، شكرا لوجودك. شكرا.